اذكر. اذكر أعمالا، اذكر أفعالا نستخدم فيها فرشات. أني؟ إيه طبعا أنت. يلا. رسم. الرسم فرشات نستخدم بها الرسم. خطأ. الرسم خطأ، إجا خطأ. الرسم مو أعمال، إحنا نريد أفعال، أعمال نقوم بها حياتية، لكن الرسم عمل من أعمال الفن، فني، لذلك ما إجا بالاحتمالات. خلي نشوف الأخت إسراء. المكياج. المكياج. المكياج عمل حياتي يومي هو إجا، شوفي إجا الاحتمال الثاني. إذن ست إسراء أنت تقررين نروح وياهم لو وياكم. وياهم لو وياكم. لا وياهم إلهم. يا بهدية من المدرسات. تفضل أخت آية وتفضل أخت إسراء. يلا إذن الأستاذ سرمد، أخ سرمد عزيزي، اذكر لي عملا واحد من الأعمال اللي نستخدم بيها فرشات. تفريج الأسنان. تفريج الأسنان. فرشات الأسنان. نعم صح. وست سعاد. التنظيف. التنظيف. أي تنظيف؟ تنظيف الأثاث. تنظيف الأثاث. تنظيف الأثاث نستخدم فرشات أو القاع. القاع. خطأ. الأثاث ما أجي. ومريم. فرشات مع الأظافر. فرشات صبغ الأظافر. طلاء الأظافر. صح. طلاء الأظافر. عندكم خطأ واحد وانتبهن يا المدرسات. ونجي على آية. آية انطيني احتمال آخر. مشط. المشط. المشط. يا سلام. المشط. شنو المشط؟ فرشة مع ال. لا مشط. مشط. أريد فرشات. أريد فرشات. أنت ما قلت المشط. المشط. إذن هذا الخطأ الثاني، وأنتن من حقكن أن تفكرن. أوكي يلا أخ سرمد انطيني اذكر لي عمل واحد من الأعمال التي نستخدم فيها فرشات. قلنا تنظيف الأسنان، عمل مكياج، طلها الأظافر بعد. فرشة التنظيف. فرشة التنظيف المنزل. فرشات تنظيف المنزل. صح. تنظيف الأرض. والسيدة سعاد. تنظيف السيارة. فرشات تنظيف السيارة. خلينا نشوف فرشات تنظيف السيارة.